طيب حتى لا نطيل على إخواننا، الأخ سعيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كل سنة طيب. وانت طيب يا أخي حياك الله. عندي سؤال بغيت أستفسر يعني من كيف طريقة إخراج زكاة السيارات المباعة بالتقسيط، هل هي تخرج يعني المبلغ اللي قد قبضته أو المبلغ كامل؟ طيب واضح؟ واضح حياك الله يا أخي. الأخ أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته أبو فهد حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. حبك في الله يا شيخ. حبك الله. عندي سؤال الله يرحم والديك. تفضل. في رمضان مضى من كم سنة، نعم، جامعت زوجتي أثناء الليل. أي. ولكني نمت وما صحيت إلا بعد طلوع الشمس يعني على الساعة 8-9. نعم. ولا اغتسلت ذاك اليوم، فما أدري وش اللي علي. يعني أبا فهد الآن مسألة أنك ما استيقظت إلا بعد طلوع الشمس، يعني هذه نفهمها بموضوع النوم، لكنك ما اغتسلت طيلة اليوم؟ أي نعم، بس أنا حسب كلام زوجتي تقول أني قومتك عشان تغتسل ولا قمت. يعني قصدك أنت نسيت الاغتسال؟ أي نعم. أي طيب خير إن شاء الله. طيب كان عليه الصلاة والسلام يعلم أحفاده الأدعية. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وحديث صحيح. وهذا الدعاء الوحيد الثابت في قنوت الوتر، ولذلك لا ينبغي الأئمة أن يطولوا على الناس كثيرا ولا أن يصاح بالأدعية، بل الصوت يكون فيه انخفاض ويسمعهم، وكذلك فيه خشوع والتزام بالسنة. طيب أختنا نسرين تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. أقول لك يا شيخ لو سمحت، أنا بسأل عن الفيزا الأمريكية. الفيزا الأمريكية. أيوة. الحين أنا إنسانة متحجبة هنا في السعودية، فأنا طالعة بعت الأمريكا، فقالوا إنه الفيزا الأمريكية لازم إنه الأخت تتصور وتكون يعني مبينة شعرها وإذنها. أي. فبعرف يعني الحكم كيف. طيب. يعني بس أشياء إنه يعني عاد لو درست برا يعني كملت دراسة يعني كله إن شاء الله بإذن الله يعني بأمر الله يعني إنه بطاعة الله وزي كده، فأنا طيب. خايف إنه يكون مثلا في غضب من رب العالمين. طيب. بس شكرا. الله يحييكم حياكم الله. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ أحفاده إلى المسجد. قال أبو بكر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى على الحسن، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وكذلك جاء عن بريدة بن الحصيب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فهما أثناء المشي يتعثران يسقطان ويقومان لصغرهما، فنزل فأخذهما، أدركته الرحمة والشفقة على حفيديه، قطع الخطبة ونزل من المنبر وأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة يعني أكملها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فهذا يدل على رحمته وعلى شفقته، وعندما ذكر قول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أن تشغل البال عند القيام بالطاعات. وظاهر الحديث أنه قطع الخطبة، وظاهر الحديث أن قطعه للخطبة والنزول سماه فتنة، دعا إليها محبة الولد، لكن الفتنة بالولد مراتب، هذا من أدناها، لكن إذا صارت يعني هاي يطلق عليها فتنة بالجملة، لكنها ليست حراما ولا إثما، لم يكن إثما، و هو كمال نبوي من جهة الشفقة والرحمة. وأما
الفتنة التي تصل إلى ترك واجب من أجل الأولاد أو فعل محرم من أجل الأولاد، كما أن بعض الناس يدخلون بيوتهم منكرات من أجل الأولاد وتحت ضغط الأولاد يذهبون بهم إلى أماكن فيها محرمات تحت ضغط الأولاد، هذه فتنة شر بلا شك. فالحديث فيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأحفاده. أخونا ناصر من الكويت، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخي. كيف حالك؟ الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال، تجادلت أنا وأحد من المذهب الشيعي فقال شو اسمه، قال الفرق بين صلاتنا وصلاتكم أنكم أنت يا السنة تحضنون وحنا نسبل وأنت تقولون في القرآن آمين وحنا ما نقول آمين، فالنبي قال لي أبي دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين أثناء صلاته. طيب والله يعطيك العافية، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا أخي. الأخ تركي أيضا معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. كل عام وخير سعادة الشيخ. الله يحييك يا أخي. لو سمحت الشيخ، أنا كان عندي مشكلة مع زوجتي وستة عندها تقريبا فترة 9 شهور، وفي هذا الوقت يعني كان في مشاكل وكنت يعني معصب جدا وحرمت كذا مرة لأنه ما كنت أشوف بنتي وقتها، فكنت يعني أنا عصبي جدا فكنت أحرم يعني وقت العصبية، فبعرف إيش وأنا رجعت الآن تقريبا لي 2 شهر. أنت الآن تركتها عند أهلها 9 أشهر وبعد ذلك؟ بعد ذلك رجعت أخذتها. طيب أخذتها وبعدين؟ خلاص ولا شيء. طيب إيش السؤال؟ يعني هل عليه كفارة، هل عليه ذنب، هل عليه شيء؟ فيما فعلته من تركها عند أهلها. بس أنا ما تركتها يعني هي اللي راحت وخرجت يعني وديتها عند أهلها وخلاص وجلست فيه ما تبي ترجع. يعني أنت أخرجتها من بيتها ولا هي خرجت بغير إذنك؟ لا أنا نحن مسافرين، فلما رجعت وديتها عند أهلها وجلست، ولما جيت أخذها ما حبت تطلع معي فسبتها من هذه الكلام. حاولت إني أرجعها ما رضيت فسبتها فترة 9 شهور، بعدين لما رجعت للمملكة أخذتها. طيب إذن يعني هي التي رفضت أن ترجع معك يعني؟ أي نعم. طيب ستسمع الجواب إن شاء الله عن نفقة الزوجة في هذه المدة وحكم هذا الترك. الأخ حمود من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. يا شيخ انا سميت ابني مصيح، جاني ابني سميته مصيح، وهذا اخونا الثاني يقولون ما يجوز الاسم هذا حرام. الاسم هذا ايش هو يا اخي؟ مصيح. مصيح ميم صاد ياء خاء. طيب هل له معنى عندكم في العراق؟ لا والله يا شيخ، لكن اسم خبر احنا بدو، اسم هذا بدو يا قديم من الاسماء الموجوده عند البدو على الاسماء يعني. لا بس شوف يا اخي حمود، لا أعرف له معنى. حمود الان مصيخ في اللغه العربيه اصاخ يعني ارهف سمعه، يعني يريد ان يسمع الشخص، اذا ركز ليسمع يقال عنه مصيخ. وقد ورد في حديث قيام الساعه ان كل دابه مصيخه يوم الجمعه، لأن الله جعل في الدواب قضية الإحساس أن يوم الجمعة ستقوم الساعة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه كل دابة يوم الجمعة مصيخة، فكلمة مصيخ في اللغة أصاخ يصيخ، مصيخ اسم فاعل من أصاخ أرهف السمع ليسمع. فأنت هذا المعنى عندكم موجود؟ هل هذا مقصود؟ والله يا شيخ انا ما اعرف المعنى، بس اظن هو المقصود المعنى هذا، لكن طيب. هل يجوز عن الاسم هذا يجوز ام لا يجوز؟ طيب خير يا شيخ. نعم يا حمود. يا شيخ انا ما عندنا كهرب، بدي انك تجاوبن على الهاتف. طيب شوف يا اخي، طيب شوف يا حمود، هذا السؤال يعني مصيخ بهذه الصيغه بحسب قواعد اللغه العربيه ما في شيء، لأنه هو اسم للشخص الذي يرهف سمعه، يركز ليسمع. طيب فالمعنى ما في شيء، لكن إذا عندكم في العامية له مقصد آخر فهذا اللي سألتك عنه، هل هو في العامية له اسم معين، مقصد معين، دلالة؟ لا ليس له معين.
ما له دلالة، فلا حرج. لكن لو غيرته إلى عبد الله عبد الرحمن أوضح، فهو أحسن لو غيرته أحسن. لكن لا يجب يعني علي، هل يلحق الذنب من هذا أصل يعني؟ لا لا، إن شاء الله ما يلحق بك ذنب، على حسب يعني هذه الكلمة في اللغة العربية لا ليس فيها حرام، ما في شيء محرم. طيب، وهذا معناها بينته لك. الذي يرهف سمعه يقال مصيخ، من أصاخة، أصاخة سمعه. فإذا هذا معناها في اللغة، فما هو ما في شيء حرام أو شيء مذموم. لكن الأفضل، الأفضل والأحسن والأوضح، حتى ما يقرأوها بعض الناس، يمكن يقرأها مصيخ ولا مصيخ ولا مصيخ، قد يقرأوها يعني بطريقة فيها مثلا شيء من العيب. فإذا غيرت أحسن، لكن ما هو حرام عليك، ليس حراما عدم التغيير. جزاك الله خير شيخ. الله يحييك يا أخي، نسأل الله لكم ولجميع المسلمين الذين نزل بهم البلاء أن يرفع البلاء عنهم. فأنتم وغيركم من المسلمين اليوم تعيشون انقطاع الكهرباء، فهناك في العراق الآن وفي الشام وفي غيرها انقطاع كهرباء، وهناك عدوان وظلم وعسف وجور وقتل، وهنالك دك وقصف، وهنالك الآن ما يشيب منه الولدان، هنالك جثث مرمية لا ترى من يدفنها، هنالك الآن نساء، هنالك بيوت تهدم على أهلها، يقتلون في رمضان وهم صائمون، تسفك دماء المسلمين في رمضان وهم صائمون، تسفك دماؤهم وهم صائمون. نشكو إلى الله، نشكو إلى الله كربة المسلمين، ونسأل الله عز وجل في شهرنا هذا، في نهارنا هذا، في عبادتنا هذه، أن يرفع البلاء عن المسلمين، ونسأله أن يعجل فرج المسلمين، ونسأله سبحانه أن يأتي بالعون من عنده وبالنصر من عنده لأهل التوحيد. نسأله عز وجل أن يكبت الظالمين، ونسأله أن يزلزلهم وأن يأخذهم وأن يبطش بهم، وهو القوي العزيز الجبار، لا يعجزونه سبحانه.